الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من لقاء خاص. لقاء خاص اليوم هو بالفعل يتمتع بخصوصية شديدة كوننا موجودون في هذه الولاية المختلفة والتي ازدهرت بالتأكيد بقبائل سودانية مختلفة ومتنوعة ومتعددة تعايشت بأشكال أكثر من متميزة. هذا التنوع الثقافي والإرثي، العادات والتقاليد المختلفة، جعل من هذه المدينة هي حاضرة لولاية من ولايات السودان، والتي هي تشهد بالتأكيد في الفترة القادمة حراك من شكل مختلف. تجارب كبير من كل ولايات السودان وحضور كبير من كل ولايات السودان لهذه المدينة باعتبارها ستمثل الوجود لطلاب السودان بشكل عام عبر الدورة المدرسية 28. سأريد أن أتحدث عن هذه الولاية بأشكالها المختلفة، أشكال التنمية، التطوير، كل الحراك الذي شهدناه منذ أن حطت الطائرة على هذه الولاية. ولاية جنوب دارفور نتحدث عنها، وولاية جنوب دارفور التي سوف نناقش فيها كثير من القضايا المختلفة والمتنوعة. سعيدين جدا مشاهدينا أن نكون في حاضرة ولاية جنوب دارفور من نيالة برفقة السيد الوالي. أهلا ومرحبا بسعادة الوالي باشمهندس آدم الفكي محمد الطيب، أهلا ومرحبا بك في لقاء خاص. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، احنا في البدء نرحب بالإخوة في قناة الشروق لحضورهم لولاية جنوب دارفور وحاضرة نيالة، والتحية عبركم لأهلنا في الولاية، والتحية عبركم لكل مستمعين ومشاهدي الشروق على مستوى السودان وعلى مستوى العالم. نقول لهم حبابكم عشرة في نيالة البحير بلد الخير، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن تقضوا معنا أيام طيبة وجميلة، يعني تنقل فيها ما يدور في هذه الولاية من أمن واستقرار وسلام واستعداد يعني مستمر ومتقدم لقضية الدورة المدرسية واستضافتها بولاية جنوب دارفور. أهلا ومرحبا بك. دعنا نبدأ من الآخر، من شكل التنمية الذي صاحب الدورة المدرسية بالتأكيد. نتحدث عن الاختيار في البداية، اختيار جنوب دارفور وتحديدا نيالة لاستقبال هذه الدورة 28. نحن بدأنا أنا جيت دارفور يوم 19/5/2015 19/6، ويوم جينا هنالك بعض القضايا والتحديات كانت أمامنا، وكان أهم التحدي كان التحدي الأمني، لأن هناك كان أمن غير مستقر، كان في إشكاليات أمنية كثيرة جدا. وبفضل الله سبحانه وتعالى وبجهود الأخوة في الأجهزة المختلفة والمواطنين استطعنا أن نتقدم فيها. وهنالك ايضا جزء من الصراع القبلي كان موجود، فعشان كده مشينا 2016 طلبنا الدوره المدرسيه من الوبيت حيث انه نجيبها لنيالة، لكن كان راوا الاخوه في القياده انه والله لسه انتوا دارين لكم فتره كده لقدام شويه حقيقه تحققوا فيها كثير جدا من القضايا، الدوره المدرسيه تجيكم. فطلبناها برضو المره الثانيه في بحر ابيض، وبرضو ونحن ماشيين في إطار معالجة القضايا الكلية بتاعتنا، فأجلنا لما بعد كسلة طلبناها، قبال جاتنا الموافقة قبال ما نكتب نحن، لأن نحن عملنا طلبات قبل كده، فقالنا الآن نحن في تقديرنا أن الوضع الأمني مستقر والسلم الاجتماعي في دارفور ماشي كويس، والعودة الطوعية ماشية كويسة، والتنمية مستقرة وماشية بخطة كويسة، الآن الأوان أن نربط القضية دي بالقضية الكلية لأهل السودان وتقام الدورة المدرسية في ولاية جنوب دارفور. نعم، بالتأكيد مباركات طيبات لكم بعد هذه الطلبات، أن بالتأكيد هذا الطلب والموافقة عليه دلالة واضحة على أن الأمن أصبح مستتبة في هذه الولاية. بالتأكيد عندنا ملفات مهمة جدا سوف نتطرق إليها خلال هذه الحلقة، من ضمنها وأهمها الموضوع الأمني. بعد الموافقة بالتأكيد كانت هنالك مجموعة من الخطط، يمكن من 2015 كان في أفكار قيد التنفيذ في حال قبول الدورة المدرسية في نيالة. ماذا قدمتم أو بماذا بدأتم التخطيط أو التنفيذ تحديدا بعد الموافقة للدورة المدرسية؟ نحن السؤال الأول بطرح رقبته، ليه الدورة المدرسية في نيالة أو في ولاية جنوب دارفور؟ وليه نحن طلبنا الدورة المدرسية؟
نحن حقيقة طلبنا الدور المدرسية لأنه دارفور كلها وولاية جنوب دارفور تعتبر البوصلة لبقية الولايات. الميديا العالمية والميديا داخل السودان والوضع الخارج السودان عمل يعني عمل يعني طرق على ولايات دارفور وخلى الدول برا السودان او في مناطق تانية مختلفة في السودان بيفتكر انه جنوب دارفور دي يعني منطقة فيها حرب فيها قتال ما فيها استقرار فيها خطيف. دي اشكالية. اضف الى ذلك البعد العالمي المتولد من قضية النزوح والنازحين وغيره. فكنا نحن طلبنا الدور المدرسية دارين نحقق بها قضية انه يجوا اهل السودان كلهم يشهدوا قضية الامن والاستقرار. يعني نحن نفرض جونا 15,000 دول الدور المدرسية لو كل دول عملوا 50 رسالة لو ضربتها ده عدد مهول جدا من الرسائل بيصل لكل اهل السودان. اكيد اي دول جاي من اي ولاية طالب هنا عنده اهله وعنده اصدقائه وعنده ناسه وامه وابوه بيتصلبوا في الردود ليهم وأنه هم مستقر ومطمئن. ده بدي القضية الفكرة الكلية أنه الولاية أمن ومستقر. أعتقد أنه هذا الكلام واضح من خلال هذه الأصوات التي نستمع إليها. يعني مجموعة التجهيزات والحفلات هناك منذ أن قدمنا نستمع لبعض الألحان التي تصاحب هذا اللقاء بالتأكيد تيمنا إن شاء الله باستقبال الدورة المدرسية. قضية ثانية وجود الإعلام. تسأل الحمد لله جات كل القنوات حتجي ولما تيجي زيارة الرئيس والرئيس مجلس الوزراء حقيقة حتجي برضو قنوات دولية كثيرة جدا. ونحن الآن وصلنا مجموعة بتاعت ناس يعني أبدوا موافقتهم للمشاركة فبالتالي عبر هذه القنوات وعبر هذه الميديا وعبر الصحف وغيرها وعبر الوسائط المختلفة نادي كلهم كإعلاميين بينقلوا ما شاهدوه ما رأوه في ولاية جنوب دارفور من أمن واستقرار وتغيير حتى الصورة السلبية الكاد عبر الإعلام الغربي. القضية الثالثة كنا دارين حقيقة الدور المدرسية أنه دارين نوحد المجتمع ينسى قضية الحرب وينسى قضية الصراع ويلقى له مظلة جديدة يتوحد فيه كل الناس. عشان كده رفعنا شعار لا صوت يعلو فوق صوت الدور المدرسية. القضية من القصة دي الحمد لله وحدت المجتمع والآن المجتمع كله مهيأ ومتوحد وشغالين بشغلة واحدة أنه يستقبلوا أبناء السودان وضيوف السودان ويكرموا ناس السودان ودارين الناس يرجعوا بعقلية ممتازة جدا أو برؤية ممتازة جدا على قضية الأمن والاستقرار والسلام. وده طوال قادنا لازم نربط القصة دي بالتنمية وده المحور اللي احنا حقيقة بدينا فيه. نعمل مجموعة بتاع التنمية بنيات تحتية للدورة المدرسية استاد يسع قرابة أكثر من 20,000 الآن جهز. مسرحين مسرح مفتوح يستوعب له أكثر من 20,000 والغرض منه نتجاوز تجارب المسارح المكفولة في الولايات بالذات في الافتتاح والختام ومسرح ثاني للعمل وده مسرح برضه مبني بطريقة ممتازة جدا الغرض منه أنه ندي ومعه طوالي اللي ما انتهت وراه دي مرتبط معه مكتبة مرتبط معه مركز ثقافي. حسنا حقيقة حتى في المسارح يعني في الفن التشكيلي الموجود وبه رسائل مختلفة. يعني هذه الرسائل أيضا شكلت يعني مصدر إعجاب أعتقد بالنسبة لل ده تفاعل المجتمع. يعني التشكيليين الموجودين في الولاية تبرعوا جبراهم قالوا نحن دونا بس المواد وبدينا. أجمل لوحة أنا شفتها سألتهم اللوحة دي لأنه ماضي فيها اسمه إسياس. فإسياس ده شنو؟ قال والله ده واحد أريتري جماش اللي قانا بنرسم. قال والله جماعة أنا فنان الدنيا نرسم. فلو مشيتوا عنده لوحتين ماضي فيهن اسمه لوحة عن سباق خيل ولوحة عن سباق هيجن. لكن يعني ده دليل واضح جدا أن القضية بتاعت الفن هي القضية بتربط الناس ودي النقطة اللي احنا دارين نخلي الناس يتجاوزوا قضية الحريب وآثارها والقبلية والقضايا والجهوية والمناطقية والقضايا الضيقة دي ما في حاجة تخلوهم يتجاوزوها إلا بقضية الدور المدرسي. فللثلاث أسباب دي نحن والسبب الرابع دارنا الدور المدرسي تحقق لنا تنمية والآن نحن افتكر أن حققت جزء مقدر جدا جدا من التنمية لولاية جنوب دارنا. ذكرت المكتبة المسرح بتاع البحير مربوط طوالي بعده المكتبة كتبة هسه جاهز
لكن الزمن ضايقنا. ان شاء الله بعد دور من التسريح هنسقفها، هنعمل اكبر مكتبه مساحتها كبيره، مساحتها 150 في 50، ودي وبعده من فوق على طوالي في مركز ثقافي، وقدامه في مسرح. يوم تربط الحاجات دي من الاشياء تطلع الناس من قضيه الحرب الى قضيه الامن والاستقرار. دي قضايا مهمه جدا ولازم نربي الاجيال الجايه. الحراك الثقافي، الحراك الثقافي والثقافه والغنى والتمثيل، ده لا فيه قبليه لا فيه جاويه ولا فيه عنصريه، بوحد الناس بطريقه احسن مما توحدهم تحت شعارات ثانيه، احسن توحدهم تحت شعارات دي، وبيخدم القضايا. نحن ودار نطلع بالمجتمع ده من السلام، من الحرب الى السلام. نعم، نأمل ان شاء الله باذن الله كل التوفيق لكم في هذا الجانب. بالتاكيد يعني هذا الشكل التنموي الموجود صاحبته اشكال اخرى، يعني يمكن هيكون ايضا في كلامنا نوع من الربط ما بين الاستثمار وما بين التنميه. عدد ايضا كبير من الفنادق التي لاحظناها يعني وعلى مستوى عالي حقيقه، يعني هل هذا يعني بمجرد الحديث عن الدوره المدرسيه ولا في برضو ربط ما بين استثمارات خاصة استثمارات دولية أو استثمارات خارجية؟ لأنه وجدنا عدد كبير أيضا من الأجانب وده بيشكل نوع أو بآخر من أشكال السياحة. أنا جيت نيالا 2015، نفعني أول مرة أجي دارفور قبل كده ما جيتها، عشان كده زول بيجي لحتة أول مرة بكون يعني نظرته كده نظرته بتختلف تختلف. فجيت لقيت نيالا دي افتكرتها، يعني حتى الآن أنا اعتقادي أنه نيالا مفروض تبقى ثاني مدينة تجارية في السودان بعد الخرطوم، محتاجة لبعض القضايا لازم تعالج. قمت القضايا دي اللي هي قضية الأمن والاستقرار، قضية الصراع القبلي، قضية النزوح، قضية التنمية والخدمات، ربطتها كلها مع المواطنين، رفعنا شعار واحد اسمه سلام ووحدة تنمية، عشان واحد برضو كل ما وحدت الناس حول شعار كل ما الناس مشوا. وبعدها جلسنا السلام يعني شنو السلام؟ ما دارين حرب، ما دارين مشاكل، دارين الناس يعيشوا، ما دارين تمرد، فبالسلام بقالين يعيشوا. وحدة كيف نوحد الناس الموجودين ونعيدهم كما كانوا أصلا عايشين قبال الحرب ما تبقى، قبال من المشاكل تبقى، ما كانوا ناس عايشين، كيف نرجعهم إلى سيرتهم الأولى ونوحدهم، نطلع بهم من الجبلية، نطلعهم من الجهوية. وإذا حققنا الاثنين ديل لازم نحقق لهم قضية ثالثة هي قضية التنمية. وحققنا الثلاثة شعارات ديل خلاص، بدينا موبلايزيشن للمواطنين، اتفقنا عليهم كيفية إنزالهم على أرض الواقع. إنزالهم على أرض الواقع تتطلب 7 حاجات ننزل بين الشعارات دي. واحد، نوحد الناس كده على فكرة. فجمعنا البلاد كبيرة فيها زي 21 محلية تجاور ل3 دول، جمعنا من 21 محلية من كل محلية زي 50، وجمعنا كل إدارات الأهلية والنازحين جم 150، وطرحنا قضية السلام والوحدة دي نعملها كيف. اتفقنا أنه نعملها في قضية 7 محاور أساسية. المحور الأول قضية الأمن وبسط هيبة الدولة، ودي من غيرها الباقي القضايا ما بتنتهي. القضية الثانية قضية السلم الاجتماعي والصلح بين القبائل، ودي من غيرها برضو القضية ما بتنتهي. القضية الثالثة قضية العودة الطوعية، كيف أن الناس يرجعوا لقراهم ويستقروا ويمشوا. القضية الرابعة قضية التنمية، وفصلناها بالتعليم، لأنه بدون تعليم الحرب ما بتجيف، بدون تعليم الناس ما يمشوا لقدام. قضية الصحة، بدون صحة الناس ما يمشوا لقدام. قضية الخدمات المختلفة. وقضية أخيرة سابعة سميناها توسيع السبل كسب العيش، كيف الناس المزارعين والناس اللي اصلا شغالين في زراعه وثروه حيوانيه نوفر لهم جزء من الاليات وجزء نخلوهم الدخل بتاعهم مرتفع. كل ما الزول دخله ارتفع، كل ما تجاوز قضيه الحرب، كل ما تجاوز قضيه الماضي، دي قضيه تجمع الناس. وده كله يتم لازم نخلق قضيه بتاع التواصل بين المجتمعات. اجزنا الكلام ده كله في خطه كامله سميناها استراتيجيه ولايه جنوب دارفور للاستقرار والتنميه 2016 2019. سمينا العام 2016 عام التكسير، كيف نسوق المجتمع ده كله نصل به للأهداف. الحمد لله انتهينا. سمينا 2017 بداية التنمية، سمينا 2018 الانطلاقة، 2019 تعود جنوب دارفور كما كانت. عشان تعود لازم تبقى فيها قضية بتاعت استثمار بناء على طيب كيف يتم الاستثمار
في المصفوفة يجب أن نوفر بعض القضايا، نوفر طرق. والآن نحن عندنا 934 كيلو مصدقة من المركز ممولة شغالة في جنوب دارفور، وأنا أقدر أجزم الطرق في ولاية السودان كلها 6000 الآن المستمرة، نحن عندنا منها بالضبط حوالي 1000. وأنا أفتكر دي قضية مهمة جدا، لأنه بالطرق لقينا المناطق قريبة، تمشي بجائر الردوم تخش أفريقيا الوسطى اللي هو نيالا رياد النيالا عند الفرسان رياد البردي من فوق أفريقيا الوسطى، نيالا قريضة برام الردوم الجنوب، نيالا كازا لينجي جنينة تشاد، نيالا الضعين، تبقى نيالا الخرطوم 810 كيلو، ده بالضبط تبقى مسافة قريبة جدا. نيالا الفاشر وعملنا زي 37 عملنا زي 54 كيلو داخل. وصلتوا فيها وين؟ انتهينا من الآن، كل الآن الطرق دي شغالة الآن، صحيح البروسس ما كملت لكن جزء كبير في التمت 90 في التمت 20 في التمت، لكن ماشي لأنه تمويل بنكي وشركات مستمرة، والطرق صناعة طبعا في إشكاليات. القضية الثانية قضية الكهرباء، ودي الحمد لله الآن جاء تصريح الرئيس نفتتح الكهرباء ب 36 ميجا وات كلها فيرنس وجديدة، وقديم عندنا زي 15 أو 20 يبقى عندنا عملية بتاعت كم 50، ودي نيالة حسب بتغطي كم العددية دي أو السعر المدينة كلها وتشغل الصناعة، لأنه نيالة هي ثاني مدينة صناعية بعد خرطوم في الماضي. الآن الكهرباء كانت دهورت القصة ده، فلازم نعيد القضية الاستثمارية مشينا مع البنوك، أعدنا كل البنوك كانت موجودة الآن وصلت، الآن إحنا عندنا حدود 23 بنك داخل نيالة، ودي برضو فيها قضية واضحة جدا، والآن في 2-3 جاينا إحنا بقى 25 بنك. طب قضية ربطنا القضية دي مباشرة بالسكة حديد، عملنا الخط المزدوج إن شاء الله الرئيس هيفتتح جزء منه، وده هيمشي مباشرة لحد الخرطوم، سكة قديمة وسكة جديدة بفلنكات، وده بيخلي نيالة تبقى النقطة النهائية لأفريقيا في وصول السكة حديد من الخرطوم. ربطناه مباشرة بميناء جاف 2 مليون متر مربع، والآن شغالين فيه غالبا نفتتحه السنة الجاية، زي دارين نعمله زي قري، كل الصادرات للنيجر أفريقيا الوسطى تشاد مالي الماشين كله ممكن تجي بجاي، ممكن تمشي بسرعة من بور السودان بطريقة كويسة. نوسع قضية الزراعة، نوسع قضية الحصاد، نوسع قضية الثروة الحيوانية بإدخال مسالح. بعد شوي إذا مشينا بالمنوال ده تبقى نيالة نقطة فوكال بوينت، أكبر مدينة صناعية في غرب السودان، وده نحن شغالين الآن مع شركات. عشان كده أنت لو ملاحظة قبل شهر مشينا جبنا كل أصحاب العمل، ناس سعود البرير وغيرهم أول مرة يجوا نيالة، جو حقيقة انبهروا بالقضية الموجودة واتفقوا معنا أنه القضية دي ممكن تطور تبقى صناعة كبيرة جدا، واتفقنا إن شاء الله عدد من المصانع المختلفة مصانع زيوت في مصانع شنو عندنا مصانع دباغات بتاع الجلود، كل القضايا دي موجودة. فالآن الخطة الكلية موجودة، الآن رسمنا الخطة، معلش أنا ما جبتها معي، دي سميناها 19-22، دي تكلمنا فيها عن الاقتصاد، كيف ننقل نيالة من عام 2019 إذا الطرق دي كلها بقت والموية بقت وعملنا القناة الفضائية اللي ممكن تقول القصة دي بقت وخلاص القصة كده، بعدها كيف نربط كل القضايا دي. بدينا بسفلة المطار 3 كيلو سفلتنا وسفلة جديدة، بدينا بالطريقة الحديث المنار من المطار لحد جوا المدينة عشان ندي الامبريشن، بدينا بمجموعة بتاعت قضايا الآن شغالين فيها دي. المجموعة الكلي بتاعها يؤدي أنه نيالة تبقى أكبر مدينة استثمارية، والدليل على ذلك لأنه بوبيلي يعني جنوب دارفور فيها قريب 5 مليون نسمة، يعني كده وغادة الوادي في 850، معسكرات النزوح فيها 682,000 قدر سكان بعض ولايات السودان، المدينة دي من نهار بيكون فيها 2 مليون نسمة، فبالتالي مجاورة لولايات كثيرة. طوال مشينا اشتغلنا في الصحة، الآن فضلينا آخر حلقة، دخلنا الأشعة المقطعية، دخلنا غسيل الكلى، دخلنا القضايا بتاعت الإنعاش، فضلينا الرنين المغناطيسي الشهر الجاي إن شاء الله يجي، بجيته كده نكون برضو وطننا العلاج. اشتغلنا في التعليم لأنه كان أطف الحلقات، الحرب خربته، لقينا يعني سنة 2015 الطلبة مش في الثانوي العالي كان 12,000،
2016 بقى 18، 2017 بقوا 23، السنة بقى 33، والأول مرة يمتحنوا لنا 34,000 لشهادة سودانية. وجامعة مؤشرات طبعا بالعربي ارتفعت إلى 14,000، وجامعة درمان الإسلامية، جامعة نيال التقنية. السنة صدقنا لثلاث كليات، جامعات الآن كلها دناء أراضي جاي، دارين نسوق القصة الكلية أنه نودي نيالة تبقى هي مدينة اقتصادية، هي مدينة استثمارية، هي مدينة سياحية، هي مدينة تجذب الناس، ودارين نتويجها ببناء قصر كبير جدا لرئاسة الجمهورية. دارين من شهر 7 لحد شهر 12 كل الضيوف زي ما الناس مش شرم الشيخ ومش وين يجوا نيالة، استقبلهم في نيالة ورئيس استقبلهم في نيالة، ودي القضية المفقودة في السودان لأنه خرطوم خلاص قفلت، لازم تكون في مناطق أخرى لازم الضيوف. وأهم قضية دي كلها هي يعني الآن إحنا عندنا المستشفى التركي ده الناس من أفريقيا الوسطى بيجوا يتعالجوا فيه، والناس من تشاد بيجوا يتعالجوا هنا في نيالة، فارتباطنا بدول الجوار ودول الجوار مرتبطة بين قضايا كلها كده لو اشتغلناها تحقق لنا الأهداف. التوتال بتاع القضية دي إذا نطلع الولاية إلى الأمن والاستقرار والسلام. عدد كبير جدا من الخطط من 2016 إلى 2020 على حسب التقسيمات اللي أنتم وضحتوها، من الضروري جدا إنها تلقى التنفيذ في أوقات مناسبة جدا، وتلقى تنفيذ أيضا في كل المناطق والمحليات في هذه الولاية. يمكن التركيز بشكل كبير الآن على نيالة تحديدا باعتبارها هي العاصمة وباعتبارها هي المكان الذي يصل إليه الكل. دعنا نتحدث عن هذا الـ يعني الوجود الغزير للسكان والاستفادة من طاقاتهم بالتأكيد لتنفيذ هذه المشروعات خاصة في المحليات المختلفة. هل المحليات الآن بتجد نفس الاهتمام في مساعي الـ 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 يعني الخطط الموجودة عندكم على مستوى الصحة، على مستوى التعليم، على مستوى التنمية كما هو الحال الآن في نيالة؟ الخرطة بتاعتنا دي خرطة شاملة، لأنه في التصنيف بتاعها أو في الاستراتيجية نحن عندنا القضية مصنفة بصورة واضحة. عندنا 3,994 فصل جيش بنينا منها الآن 956، خلاص انتهينا. عندنا فصول أم مدارس كاملة؟ لا يعني أتكلم لك عن فصول جيشية مش مدارس. المدارس ما موجودة، تلقى المدرسة فيها 3-4 فصول باقي موجود بمواد محلية. الكان الموجود بالمواد المحلية على مستوى الولاية 3,994، الآن بنينا منه 900 وقراوة الألف، خلاص باقي لنا 2000. عندنا إشكالية في المراكز الصحية، السنة اللي فاتت بنينا 54 وحدة صحية و 45 مركز صحي، وصلنا 14 مستشفى وعملنا 3 مستشفى جديد، مشينا بالصحة خطوة لقدام. عندنا إشكالية في الإجلاس، كان في الثانوي زي كم 50 وصلناه كم 90. عندنا إشكالية في الإجلاس الأساس كان زي كم 30 الآن وصلناه 54. يوم التراجع الخطة الكلية كده تمشي بها، انت بديك القياس لانه انت عرفت المشاكل. عندنا اشكالية في الموية، الان حفرنا كمبير معروف. عندنا اشكالية في انارة المحليات، بدينا بانارة 10 محليات، الان البوابير وصلت حنانيرة ندخل الشبكة، الطرق الماشية دي كلها ماشية المحليات برا. يوم تربط القصة دي كلها تلقيها كلها نحن عملنا نيالة فوق البوينت وخلينا المحليات ربطناها بطرق شبكة وشبكة ودخلناها، والطرق ذاتها تطلع من نيالة تمشي للدول الجوار، تطلع من نيالة تمشي الضيعين، تمشي النهود، تمشي الفاشل، تمشي كاء، تمشي زالنجية، تمشي جنينة. انت تقرأ القصة دي كلها تلقى نيالة هي نقطة بتاعت ارتكاز، ونقطة بتاعت ارتكاز لازم تقوم على الكلام اللي سويناه ده كله، تعليم، صحة، موية، طرق، كهرباء، توفير سيو، توفير بنوك، استثمار، تعدين، تطوير القضية الزراعية بالتدرج. ان احنا الماشين بودا لحد 22 مفروض تكون نيالة طلعت، ونحن اهم حاجة ماشين بها حتى اذا الوالي عدم الفقيفات ولا قاعد الوالي بيجي بدال يبدأ من الصفر ويلقى خطة نقول له والله وصلنا فيها 1-2-3،
السنة الجاية المفروض نعمل فيها 3-5 والسنة اللي بعدها نعمل كده ونمشي بقى كده. بالتأكيد هذه الاستراتيجية تحتاج مننا إلى وقوف في عدد كبير من النقاط المختلفة التي تعتمد بشكل رئيسي على مستقبل هذه الولاية، ولاية جنوب دارفور، وتحديدا الحديث عن يعني بالتأكيد نتواصل معك سعادة الوالي ونتواصل معكم مشاهدينا بعد هذا الفاصل. جيتوا خيرا جانا وجاكم. اكيد احنا نتواصل معكم بهذه الاحتفائيه وهذه الاحتفاليه من نيما باعتبارها واحده من ولايات او من المناطق التي تشهد تنميه وتطور في اشكال ومناحي عديده ومختلفه، ونامل بالتاكيد ان يعم يعني هذا الخير من نيما الى بقيه المحليات المختلفه وبقيه السودان ان يكون دائما في تطور وفي تنميه. سعيدين نتواصل معكم مشاهدينا في هذا اللقاء الخاص من ولايه جنوب دارفور من نيما مع سعاده الوالي والي ولايه جنوب دارفور باشمهندس ادم الفكي محمد الطيب. اهلا ومرحبا بك مره ثانيه. حبايبك عشرة. قبل الفاصل كان عندنا حديث كبير جدا عن الاستراتيجيه. هذه الاستراتيجيه وضعت ما بين 2016 الى 2022، وهذه الخطه مقسمه بتوقيت زمني وتوقيت يعني يختلف باختلاف المناطق المتعدده من محليات وغيرها في انشاء ركائز اساسيه تعتمد على التنميه ويعتمد عليها التنميه. الحديث يستمر في هذا الموضوع باعتبار ايضا هناك مع هذه الشبكه التي تفضلت بذكرها مجموعه من الامور المهمه والتي تعتمد ايضا بشكل تطوير. اذا تحدثنا مثلا عن هذا الربط الكبير، تحدثت عن مجموعه من الخطوط المختلفه، خطوط الطرق المختلفه والتي بالتاكيد ستشكل شكل من اشكال التنميه. الصادرات في هذا الموضوع اعتقد بانها تستحق ايضا الحديث، لانه بوجود هذه الطرق ستسهل كثير جدا من وصول كثير من المنتجات، كثير من المحاصيل الزراعيه من والى. نتحدث عن الصادرات في ولايه جنوب دارفور. هو نحن القصه دي كلها دار نربطها بحاجتين. الدول الافريقيه الان انت لو مشيت تشاد، مشيت افريقيا الوسطى، مشيت غيره، معتمدين اعتماد كلي على السلع السودانيه، دقيق، سكر، شنو يعني اكثر من 73 حتى في تبادل تجاري ايضا يصلنا من هذه الدول. نحن السلع بتاعتنا المفروض تمشي قدام، ما تمشي الصناعه السودانيه، تمشي سلعه ثانيه. فبالتالي نحن قاعدين نشتغل الاثنين. يعني ولايه جنوب دارفور فيها 24 مليون فدان صالح للزراعه. الان المزروع منها فقط في حدود 6 إلى 7. دارفور في قريب 18-19 مليون فدان غير مزروع. ولايه جنوب دارفور فيها 4 مناخات. في مناطق انتاج المنطقه بتاع البحر الابيض المتوسط، انتاج البرتقال والى الاخر. في مناطق بتاع سافنا غنيه موجوده كده على جهه الرطوب. في مناطق بتاع سافنا فقيره او موجوده في النص. في مناطق بتاع سافنا صغيره جدا. اثنين فيها 2 مليون راس مختلف من الثروه الحيوانيه. والعدد كبير وده ممكن يتطور اذا تطور المرأة، تطورت القضايا الثانيه بتاع الثروه الحيوانيه. تغيير العقليه نفسها في امتلاك عدد كبير جدا من الرؤوس بدون مبالغ. يعني ناس في زياره اخر رئيس اشتغلنا مع نزاتنا، الان عندنا محطة حنزورها إن شاء الله، نتوهب أن تزوروها، تنتج 150 ألف بيضة في اليوم. وحنبتدي معهم محطة ثانية بتنتج، دي خلاص انتهت، المفروض تفتح شهر 11 الدواجن. المفروض نبتدي محطة ثانية بتنتج 45 ألف لاحم. وده ما مستهدف بها نيالا لأنه ورا كده ما بتمشي، لكن مستهدفين بها أفريقيا بحيث أنه تمشي لقدام بصورة كويسة. في مجموعة بتاع الشركات دايرة عندها لحوم، عندها شنو، عندها شنو، دارة تقديمها لنا. ودي الغرض منها كلها انه نحن يعني نعمل الصادر. فبالتالي بيبقى في صادرين، صادر نحن مستهدفين بالخارج، وصادر مستهدفين بالداخل. الخارج في ميزات ايجابية، ما في اي سماد ما مستعمل هنا. فبالتالي اذا انت كنت البرتقال بتاع نيالا ولا منقة نيالا
وما في ما ما, ما في سماد، وده بقى خارجيا مطلوب. المواشي بتاعتنا برضو الاكل بتاعها طبيعي، ده خارجيا مطلوب. المحاصيل انا جيت سنه 2015 لقيت نياله بتنتج 42% من انتاج الفول السوداني، وجيت هنا منفعل جدا كم ترتر ارقام لقيت فيها اقل من 50 ترتر. لقيت ده كله يعتمد على عمل يدوي، واحيي المراه هنا جزء كبير جدا من المراه يعني هي العامله في الحقول على مستوى الجنوب دارفور. ده بقودنا اذا اصلا الناس عندهم مقدره بينتجوا. عشان كده نحن قبيل اخر حاجه حلقه في الاستراتيجيه سميناها توسعه سبل كسب العيش، وفي توسعه سبل كسب العيش عندنا اهم حلقه هي اضافه قيمه مضافه للسلع المنتجه في جنوب دارفور. يعني جينا لقينا التفاح كده خلال 3 سنوات انتجنا الجيل الثاني شكله تغير تماما، ننتج الجيل الرابع ممكن يتغير بصوره ممتازه جدا جدا. نزلنا لهم شغالين معهم على 5 مليون شتله بتاعت مانجا جنوب افريقيا، شغالين معهم على 500,000 ليمون بدون بذره، شغالين معهم على 1 مليون شتله بتاعت جنوب بدون بذره. اذا كل الدوائر مع بعض طورناها ومشيناها بعض دي هتساعد في تغطيه الجزء اللي انت ذكرته قبل بانه ما مستخدم في الزراعه. نعم. فهيتم زراعته. يتم زراعته بطاطس. أنا احنا عندنا المزارع بتنتج بطاطس بكميات كبيره جدا. قبل اسبوعين كنا مع شهر كان جونا ناس وجد مرغني شان حته اسمها ملباسه في وادي اسمه وادي كايا، اكبر وادي ينتج قصب سكر. وقسنا نسبه القصب الموجود هنا اكثر من القصب الموجود في المصانع. وبعدين هنا ري طبيعي فقط معتمد على المطر. فالان متفكرين عملنا الدراسه مع شركه كنانه نعمل مصنع بتاع السكر بصوره ممتازه. هو يمكن الحديث اللي انا كنت حابه انه اصل له مساله انتاج غزير مناخات مختلفة ومتنوعة بالتأكيد يتطلب بهذا الإنتاج الغزير وجود مصانع على مستوى مصانع الزيوت، على مستوى الإنتاج، على مستوى التغليف والتعبئة، على مستوى إذا كان داخل السودان أو أيضا للدول المجاورة. إحنا وين من هذه المصانع؟ هل فقط بهذه الابتدار صناعة أو مصنع السكر هو هيكون مشاركة لبقية المستثمرين بأنه ينتجوا عدد من المنتجات عبر مصانع سوف تنشأ وتؤسس؟ المستثمر اللي بيجي أول حاجة بيسأل كان جدار فروس من الأمن. صحيح. أمن تمام، ده بقى قضية واحدة. اثنين بيسأل عن قضية الطرق، هل المنتجات دي ممكن تصل؟ إذا لقى قضية الطرق تمام تبقى مشكلته تحل. ثلاثة بيسأل قصة الموية، هل المنتجات دي ممكن في موية يستعمل؟ إذا بقت أوكي. 4 بيسأل من قضية الكهرباء، إذا بقت الكهرباء موجودة. 5 بيسأل من رأس المال والبنوك الموجودة. ونحن الآن شغالين، بدأنا بالطرق، بدأنا بالموية، بدأنا بالكهرباء، قبلها بالأمن، وقاعدين نبني القضايا دي حيث أن المستثمر يوم تيجي في النهاية بيلقى الحاجات الدارية بيسأل منها أوريدي بقت. وبعد ذلك ده بيجي للمستثمرين كتار جدا، لانه اذا المستثمر جاء ودار يمشي لحته ما لقى له طريق ما بيمشي، اذا ما لقى كهرباء ما بيشتغل، اذا ما لقى امن ولا حيجي ولا حيجازي براس المال بتاعه اصلا. فدي القضايا نحن الان شغالين نمهد فيها، ودي المبنيه على الاستراتيجيه. عشان كده سمينا 2016 تجسير نتجاوز فيه دي اصلا ما طلعنا، لكن المشاكل اللي عامله هذيك للناس نتجاوزها. 17 استقرار خلاص وضع استقر. حصر التجول نحن وجينا كان 7 نسان، الان ما في حصر التجول. شو حاجات كثيره خلاص الناس اتجاوزوا. يبقى بعد ذاك 2018 الان قطعنا خطوه، 2019 نقطع الخطوه الكبيره في كيفيه انه نمهد للاستثمار حيث انه يجي بصوره ممتازه جدا. بدون استثمار بدون راس مال بلد ما بتتطور. استثمار ما بيجي اذا ما في امن، اذا ما في طرق، اذا ما في مويه، اذا ما في كهرباء، اذا ما في ارض زراعيه، اذا ما في ثروه حيوانيه، اذا ما في ناس منتجين. القضيه دي كلها مع بعض ما بتتلمتش الا كده. حقيقه من الحديث ده ركز على 3 نقاط مهمه لها بالزراعه والانتاج الحيواني، ونتكلم فيهم بالتفصيل لانه ممكن يشكل شكل من اشكال ادخال النقد الاجنبي وزياده انعاش هذه الولايه.
عصمه العربي باعتبار واحد من الهبات من رب العالمين موجود عندنا ومتواجد بشكل كبير جدا في الولاية، والتعدين باعتباره أيضا من شكل إدخال عملة يعني بشكل أو بآخر، واستخدام عدد كبير جدا من الطاقات السودانية في المجال الصحيح. والثالث هذه النسبة العالية جدا والإحصاء الكبير جدا في الثروة الحيوانية الموجودة، والتي نحتاج بتأكيد إنشاء مسالخ وإنشاء أيضا بعض المصانع المتخصصة لإنتاج اللحوم. فهذه النقاط الثلاث كيف ترونها وكيف هي الاستراتيجية حتى تساعد أيضا في الإنماء؟ قبل كل ذلك الاستفادة من كمية المياه. الولاية دي فيها 15 وادي بيجروا 8 شهور ما في أي سد، ما في أي حصاد مياه، ما في أي قضية الآن معمولة عشان تركز أنه الموية. بعد ذلك باقي الكلام ده الاستفادة من هذه المياه، أول ما استفدنا من المياه الباقي الحاجات كلها بتجي بسرعة جدا جدا وتمشي. احنا في تقديرنا السمغ العربي مهم وده موجود، لكن برضو قاعدنا ودوه خام، دي إشكالية. ولا يعني الآن احنا دوب جاي واحد كده قدم قبل شهر دار يعمل له مصنع بتاع حبيبات افتكر قوت، وبعد ذلك السمغ العربي وفي الأسماغ الثانية حتى السمغ بيدخل، يعني احنا من السمغ ده ممكن يطلع اكثر من مصنع، يعني مصانع كثيره جدا. لكن احنا طبعا كل السودان بيسوي خام. نحن في فتره من الفترات السمغ حقنا بقى بيطلع عبر تشاد وبيمشي، والان احنا شغالين نجيب دارين نجيب السمغ بتاع تشاد، السمغ بتاع افريقيا الوسطى، السمغ بتاع افريقيا نعمل له فوق البوينت في نيالا. والسمغ سلعه مهمه جدا. بقيه السلع الثانيه قضايا مهمه جدا، يعني نيالا لانه الأودية منحدرة من جبل مرة في تغيير بتاع التربة مستمر. الآن إحنا في بيتنا ده مثلا أنا عندي جنينة تشوفوها فيها قريب، فيها موز، برتقال، باباي، مانجا، أي حاجة تخطيها في راسك في أقل من نص ده موجودة. تجي تلف في البيت على إنه التربة ممكن تجي تلف في البيت ده في لالوب، في عرديب، في تبلدي، في نخيل، يعني أي حاجة تلقاها موجودة. ده دليل وإنديكيشن أنه التربة ممتازة جدا. ممكن نستخدم ده برضو بأنه يكون موجود في البيوت بشكل عام. بعدين نيالة كلها مشت، لأن بدأنا خلي الناس يشجروا بالفايكاس، يشجروا نحاولوا منه يشجروا بحاجات تانية. فالقضية الكلية دائرة تغيير المفاهيم. وتغيير المفاهيم ده قضية مهمة جدا. المجتمع في جنوب دارفور عنده ميزات. أنا جيت جديد. لكن عندي ميزات ما موجودة في بقية المجتمعات الثانية. مجتمع متسامح جدا، يعني مثلا قبيلتين تشاكلوا ديل يقتلوا من ديل عدد وديل، لكن في أقل من 5-6 يوم 3-4 جلسات ممكن يتصالحوا يتجاوزوا. أعتقد أن هذه النقطة تحديدا تحتاج منها لوقفة، لأنه الحديث عن هذه الولاية واحدة من الإنجازات التي قدمت عمليات المصالحة القبلية التي ساهمت بشكل كبير جدا في توفير الأمن والاستقرار لهذه المنطقة. هو شعب سوداني جميل وأصيل ودائما متسامح، ولكن بعض المشكلات إن حلت فبالتأكيد نضمن هذا التسامح أن يكون بالشكل المطلوب. كيف تمت عملية المصالحة القبلية من جانبكم؟ نحن جينا عملنا خارطة الطريق، قلنا حكومة تدفع دية، حكومة ما تدفع قروش بتاعت مصالحات، ما في أراضي اسمها أراضي محررة، يعني مجموعة بتاعت القضايا كان عاملة إشكاليات تجاوزنا. بعد ذلك قعدنا مع الناس، نحن استطعنا خلال عام عملنا 27 صلح، وتمينا الصلح بين كل القبائل المتشاكلة. ودي ما وقفنا هنا، تجاوزنا الصلح خلاص انتهينا منه، طرحنا مشروع. المشروع الأول كان اسمه الصلح بين المكونات، طرحنا المشروع الثاني اسمه مشروع السلم الاجتماعي. خلاص نحن الناس دي صالحناهم، كيف نتجاوز القضية بتاعت الصلح نمشي لقدام؟ أنا دار أديك مثالين. نحن مشينا عملنا صلح في شطاية. شطاية دي منطقة مهزومة زار السيد الرئيس، ودون المناطق اللي انتقلت منها قضية الجنائية وما الجنائية. عملنا مؤتمر بتاع مصالحات فيها 7 مكونات. الناس جينا المؤتمر الناس كانوا متوجسين. وعشان نعبر بالقصة دي دار لنا يعني ربنا كده يدينا لنا حاجة نعبر بها. قامت واحدة اسمها حوا من النازحين في كلمة وقفت طلبت فرصة، اديناها فرصة
قالت والله فلان ده دون ذكر الاسماء بالاسم، قال لي يا اخي انت جيت ضربت حلتنا، قتلت زوجي وقتلت ولدي، ولكن بما انه الناس يتلموا كلهم للصلح يا اخي انا عفيتك. يا سلام. بعد شويه قاموا ديل كاتلين من ديل 50 عفوهم، وديل كاتلين من ديل 30، وبعد شويه تماسكوا وتباكوا وعاشوا. نحن شطيه اخذناها كنموذج الامم المتحده شهدت بها، حتى الان مرجعين فيها اكثر من 50,000 مزرعه. اي زول زرع زرعه زول رجعنا مرجعين جناين وبيوت. وفيها قضايا طريفه جدا. جينا لقينا زول زرع له في زراعه بتاعت واحد وعيش وقام، وجيبنا الاداره الاهليه قال والله الزراعه دي حقت فلان. انت يا اخوي الارض دي حقتك؟ قال لي ما حقتي. لكن انا لقيتها فاضيه لها 10 سنوات زرعتها فيها. قال والله ده سيد الارض كان نازل في معسكر كلمه والليله جاله وطاته. طلعت شنو؟ قال والله طوال يشيل، انا موافق يشيل الارض بتاعته. قام اخونا النازح ده قال والله يا جماعه ده زرع وعيش وقام، بما انه زرع نحن ما في داعي نشيل عيشه، نخلي السنه دي يزرع ويحصد، السنه الجايه يديني الارض بتاعتي. قام هو قال والله نحن في دارفور عندنا عرف، اذا زرعت في زرع الزول بعد الحصاد تدول خمس، وانا والله التزم قدام الوالي قدام اللجنه دي انه الزول ده في الحصاد بديه الخمس. ووقعنا القصه دي بوكيل النيابه، وده ده المشروع ان احنا اشغالين فيه. ساعدوا في الحل مش كده؟ الان الناس تجاوزونا، الان عندنا مشروع في برام اسمه مشروع الاستتابه، ده حتى الان وصلوا زي 96. دي الناس كانوا متفلتين، كانوا مجرمين، كانوا شغالين يعني نهب، بعد حوار معهم جو راجعين. الان عددهم وصل قريب 90، وكبار المجرمين يقول والله يا جماعه انا القصه دي خليتها، لكن انا والله عندي 1 2 3 4، يجي فلان والله انت شلت بقري، فلان انت قتلت مني، فلان اخر حاجه لمينا الناس، والناس قالوا والله خلاص يا اخي، بما انه الناس دي جو نحن حق الصفحه القديمه نطويها ونمشي لقدام. بعد ذلك ظهرت مبادرات من مجتمعات كثيره جدا، انا عندي ملفات يعني بتاعت مبادرات مجتمعيه، ناس بيقعدوا بيحلوا قضاياهم بيكونوا لجنه وبينتهوا من القصه دي. مش اخر المطاف في السلم الاجتماعي خلينا الناس المتنازعين يتزاوروا، يعني قامت قبيله فلاته برحله كامله بين ناظره، نحن نشكرهم هنا، زاروا قبيله السلامات، وديل عندهم نزاع له عشرات السنين، مات فيه عدد مقدر من الناس، وديل استقبلوهم في حلتهم، نحن مشينا لهم، قام السلامات بعد فتره يزاروا ردوا الزياره. الآن بدأت الزيارات المتبادلة ما بين القبائل الكامل الشاكلة، بدأت تنداح بصورة ممتازة جدا، ومصافحة وفتح الأسواق. آخر حاجة عملنا الصلح ما بين أهلنا في حتة اسمها سعدون فلاتة، بين المساليد برضو إشكالية، والآن بتزاوروا وتزارعوا وتجاوزوا. فالمجتمع كان داير له حبة انه يقودوا يتجاوز، لانه اصلا المجتمع كان مسالم. المجتمع كان مسالم، وجاءت الحرب عملت اشكاليه زعزعت، والزعزعه دي ولدت بعض الاشكاليات. الان نحن دارين نعيد ثاني، ما في قبائل متشاكله، كيف انه نعيد بالسلم الاجتماعي؟ عندنا عملنا صلح ما بين الزغاوه والزغاوه مكملتي هنا، ديل قتلوا من ديل 200، ديل قتلوا عفوا الديات، قالوا والله نحن ما دارين ديات، قتلت منا 300 نفر لكن خليناكم، قالوا انت قتلت منا 200 خليناكم، ولا 150 ما ذكر عدد. فخلاص دي القضيه ان احنا الان ماشيين. اعتقد واحده من الامور اللي شجعت ايضا يعني ما عايز اقول انخفاض ولكن انحسار او انعدام المشاكل التي تنبني على على على, على هلك الاعراض والقتل وغيرها، نقطة مهمة جدا قامت دارفور بتبنيها وهي جمع السلاح، ونجحتم أيضا في هذا الإطار، لأنه نتحدث أيضا في بعض الأمور لها علاقة بثقافة ولها علاقة بفروسية ولها علاقة بكذا، تغيير المفاهيم فيها أيضا ساعد بشكل إيجابي في عملية الصلح وفي عملية الأمان الاجتماعي والتسامح الاجتماعي. أنا أحكي لك قصة طريفة جدا، يعني في واحد دون ذكر الأسماء والمناطق 2015 اشترى له دوشكا، مواطن عادي، يعني شوف وصلنا الى انه مرحله مواطن يشتري دوشكا. جه في نص السوق قام جرب الدوشكا بتاعته، قام الناس الشرطه مشى له. مش ليه انت
اشتريت، لكن ليه تجري في السوق وتجري في الخلاء؟ قال لهم والله انا ما بجري في الخلاء. ليه؟ قال لهم والله الدور فات انا اشتريت دوشكا وجربته في الخلاء، العرب فزعوا افتكروا في مشكله، خسروني تورين تور وشوالين سكر، فقلت اجي اجرب لهم في السوق هنا عشان زول ذات يفزع فيني. دي الثقافه السعيده. نفس الزول ده يسلم سلاح اثنين دوشكا ده قد ينتهت. الان احنا جمعنا اكثر من 10,000 بندقيه والناس سلموا السلاح طوعا، والان الان ما في سلاح موجود، سلاح قد يكون دفن ممتاز، ذولو حفر للسلاح ودفنه وقامت شكله لحد ما يجيبه براسين ويحفر ويطلع البندقيه وينظفها ويقول يمشي، شكله ذاته بتكون فرد. فده نحن نفتكر انه ده دي مرحله ممتازه. فجمع السلاح كمشروع مشروع كبير جدا، وده طوالي نقطه لك لنقطه ما سالتيني منها، ساعدنا في قضيه العوده الطبيعيه. والان العوده الطبيعيه نحن عندنا اكثر من 102 قرية عادت، وأكثر قرى كثيرة ما العدد ما بالنسبة لي ما قادر أتذكره. تحتاج طبعا نوع من التنمية، لكن العودة الطبيعية دي نحن بالنسبة لنا مهمة جدا، لأنه الميديا العالمية كل الشغل اللي كان باني ضد السودان أنه والله في مستوطنين جدد يسكنوا في أراضي ناس طردوا منها، وفي ناس شالوا مزارع ناس، وفي ناس شالوا بيوت ناس، وفي ناس أزاحوا ناس وهم قاعدوا في محل. ممكن يكون سؤال، هل فعلا الناس رجعت بيوتها ورجعت بيوتها موجودة؟ ما في مشكلات موجودة انه فعلا في ناس سكنوا؟ عشان كده العودة الطبيعية هي جاوبت لنا للسؤال ده. انت بترجع؟ في واحد يوم معسكر كلمة جوني هنا قال لي انا قلت له بكره اجي لكم عربية، جات لهم عربية فاتوا. جوني بالليل هنا قالوا لقينا بيوتنا قاعدة. طيب القصة بتاعت انه الناس شالوا بيوتكم، قالوا والله احنا قالوا لنا كده. طيب على أرض الواقع ما موجود؟ ما موجود. فدي دي الان تعالج القضيه كلية بتاعتها. ومشجع ايضا لبقيه الناس. ومشجع باقي الناس انه يعودوا، وعشان كده نحن مهتمين جدا بقضيه العوده الطبيعيه، ويعني وده ادت الى سلام. والدليل على ذلك انه الان اليونيفرستي انسحبت من معسكر عطاش، انسحبت من معسكر دريج، انسحبت من معسكر السلام، ودي معسكرات كانت بتاعت نازحين، لكن حولناها طوالي جبنا الشرطه وسلمناها المرافق دي وقعدت فيها، انسحبت من برام، انسحبت من الدليل. الآن ماشي في مؤشرات أيضا حتى واحد عشرين حتى في سحب السودان المتحدة حتى المانديت بتاعه أو الجدول بتاعه ينسحبوا لنا من ولاية جنوب دارفور، وده دليل واضح جدا لولا التعافي ولولا الأمن ولولا الاستقرار، وهم برضو عندهم قراءاتهم عندهم قياساتهم، كما جرب قياساتهم وقراءاتهم لقوها ممتازة ما كان الانسحاب التوالي، ومن معسكرات نازحين وسلمت للشرطة حيث أن الشرطة تكون موجودة. أفتكر ده برضو خطوات متقدمة جدا حتى على مستوى السودان، يعني الكلام ده بيساهم بشكل كبير جدا في سحب اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب بانسحاب هذه القوات التي تشكل السلام، فإذا السلام موجود بانسحاب. وجود كثيرة قاعدة تجينا هنا، عندنا شريط باللغة الإنجليزية عن المصالحات، ودي شوفوا المصالحات التمت والطريقة التمت بها ومترجمة باللغة الإنجليزية. عندنا شريط عن العودة الطوعية، عندنا شريط عن جمع السلاح، عندنا شريط عن السلم الاجتماعي. دي خلقت علاقة يعني ممتازة جدا. مهما قلنا في معسكرات النزوح لكن برضو فيها ميزات إيجابية. يعني حودي بعد ما قالت كلامه وبدينا نرجع الناس قلت لها ترجعي، قالت لي ما بترجع. ليه؟ قال والله شطاي ما فيها ثانوية عليا بنات، وأنا هناك بناتي بيقروا في الثانوي العالي، ما بجيبهم معسكر كلمة. فاضطرينا ما نسلين ومد بينينا مدرسة ثانوية عليا وجابت بناتها، والسنة الفاتت بعد 15 سنة أول مرة شطاية تنتحب منها مدرسة ثانوية عليا بنات، وأنا مشيت دقيت الجرس. افتكرت كده أعتقد إنه دي تحية وتقدير واحترام للمرأة السودانية المرأة الدارفورية، هذه حواء الحواء اللي هي قادة الفكر ب يعني المصالحة القومية بإعفاء يعني بمستوى شخصي، ومن ثم هي التي قررت لن تعود إلا بوجود مدرسة ثانوية. فأعتقد أن هذه المرأة فعلا تستحق كل التقدير والاحترام، وبالتأكيد مثيلاتها كثر.
هذا الحديث الجميل بالتأكيد له شجون، وهذا الحديث سعادة الوالي يحتاج أيضا إلى حلقات وحلقات لكي نتحدث أكثر بشكل كبير، لأن هذه الولاية تزخر بالعديد من المنشآت التي تستحق أن نتوقف عندها. كلمة أخيرة، بما أنه تحدثنا عن أشكال مختلفة ومتنوعة، هذه العودة الطوعية وفض النزاعات، والآن الناس هي دعنا نقول انشغلت بالشكل الاجتماعي الإصلاحي أكثر من المشكلات التي كانت موجودة، فبالتأكيد نأمل منهم التنمية. كيف لنا أن نوفر يعني هذه الطاقات ونستخدم هذه الطاقات لتنمية هذه الولاية في المجالات المختلفة؟ وممكن نتحدث عن النقطتين التي تحدثنا عنها في مسألة مصانع تختص باللحوم أو في التعليم أو غيرها من المشاريع المهمة. الولاية لأن فيها إمكانيات بشرية، وفي إمكانيات بتاعت قروش، وفي إمكانيات بتاعت أرض، لازم القصة تتلملم تتطور. عشان كده نحن حتى الآن شغالين في التطوير، كيف نطور الزراعة، كيف نجيب حصادات فول، كيف نطور الزراعة الصفرية، كيف ندخل مبيدات في الزراعة. ده لأنه 80% أو 60% من الناس مزارعين. كيف نطور الثروة الحيوانية برضو، دي قضية هامة جدا. كيف نستفيد، نجيب مبردات، نجيب صناعات صغيره، نجيب شنو يا ناس؟ احنا نشيل الفول من هنا نودي الخرطوم، بيعصروه في الخرطوم وبصفوه بطريقه كويسه، وبيعبوا لنا في قزازات جميله جدا جدا، وبيجيبوا لنا احنا هنا ده فولي انا، وانا اديته بسعر، لكن ديل عملوا له اخراج جميل جدا، بشتري بسعر اعلى. طيب ليه احنا ما نعمل اخراجات؟ ودي القضايا التفصيليه احنا دارين ان شاء الله تصلنا باذن الله تعالى. نامل لكم ان شاء الله التوفيق. ولايه قائمه على التخطيط، على الاستراتيجيه، على تغيير المفاهيم والادراك، وقائمه على تنميه هذه المدينه ان كان رجالا ام نساء. مساله التطوير تحتاج بالفعل الى تخطيط طويل المدى وقصير المدى، وما دام كما شهدنا عدد كبير من التنميه قائمة، فنأمل بإذن الله أن تستمر بهكذا شاكلة. نأمل بإذن الله كل الأمان والاستقرار والجمال بالتأكيد لهذه الولاية، وأن تمدنا أيضا بهذا الإبداع الكبير. كل الشكر والتقدير لك سعادة الوالي على هذه الاستضافة وعلى هذه الإمكانات والبشريات التي بالتأكيد هي ستكون تجد مقاحة عند المواطن السوداني. شكرا جزيلا لك السيد الوالي باشمهندس آدم الفكي محمد الطيب. شكرا لك، كتر خيرك. ان شاء الله نحن مره جايه كذا نتحاور في قضيه الدور المدرسيه، تفاعل المجتمع، لان القضايا مهمه جدا المفروض تصل لباقي الشعب السوداني عشان نعرف. هي ايام بالتاكيد ستشهد هذه الولايه حراك كبير جدا، هذه الاهازيج وهذه كل ما سمعناه من احتفالات هي بالتاكيد ابتداء وابتداء للدورة المدرسية 28. كل التوفيق بإذن الله لكل أبناء هذه الولاية، وإقامة طيبة نأملها من كل القادمين من كل السودان لدورة بإذن الله مدرسية موفقة. شكرا لكم مشاهدينا الكرام على حسن الاستماع، ونتمنى إن شاء الله أن تلتقيكم في حلقات قادمات وفي ولايات مختلفة. نأمل كل السعادة والهناء والأمن والاستقرار لهذا البلد الجميل السودان الذي يستحق. في أمان الله.